عشان بغى يحرويد تيجي عندي انا باش نحللي دابا قلب عليه الخوت دخل هاد لاباراي المغرب صحاب البنوات مشاو فيها احتراماتي لصحاب البنوات ولكن اخوت هاد لاباراي راه بزاف اجي تشوف معايا شنو كدير الساندرا هادي شوفوا قداش الخوت وشوفوا رويد هاد قداش ها نتوما وغنحلوا الخوت في ثانيه ها نتوما شوفوا معايا خوت بيد واحده هاي هات شوف صافي مشات لي الرويضه في دقيقه ها صافي شوف هاد الكان هذا ديال الديوالت ها هو اللي كتشوفوا فيه 20 فولت الخوت وبراشلس فهمتي وفيه واحد الباور خطير المهم راه فيها الخوت النيفوات كاملين ها نتوما كما كتشوفوا الواحد جوج ثلاثه وهذا فلاش لايت ها هويا وفيه الا بغيتي دير غير بولونات خفاف لا حيت هذا الا مشيتي جربتيه في شي بولون تقدر تطردقو راه مجهد بزاف بالنسبه للباتري ديالو هو هذا كتشوف ليه العبار ديالو شحال فيه ها هو الا بغيتي تحيد الباتري باش تشارجيه راه من هنا ها هو صافي وكيزيد خفاف ها نتوما خوت عيط لي الدري صاحبي شرا رويد جداد وبغى يبدلهم غنبدلهم لي فابور اخوت اجيو تشوفوا معنا شحال ديال الوقت غنديروا فيهم هذا الرويد شحال ما تحلاش 6 شهور 6 شهور ما تحلاش واش غيطرى له دابا شوف والو ما كاينش حتى حاجه والو ها بلاصه صافي الرويده جديده تبارك الله خوت هانتوما هي بقى بزغبه كبنا الرويده خوت الجوفيرق صافي دابا معك غير الزيار اش كاينه ما كتلعبش صافي تحرك الرويضه ملي تسالي كتشوف واش كتلعب والو ها انتما شوف والو ما كتلعب ما والو صافي ناضي وهبط الكري كدير لها بحال هكا هي كطور اللعيبه هاي الطوموبيل هبطات خوت غنجربو دابا نحلوها بهاد السيروت ها هو جيو تشوفوا ها انتما ها والو والله ما تحلش ها ها عشان بغى يحل الرويضه خصو يجي عندي انا باش نحلها ليه دابا قلب عليه المهم خوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو عجبكم ما تنساوش ديروا بارطاج ولايك الخوت ولا عنده الفلوس يحاول يشري هاد لاباراي خوت راه خطيره راه مشى داك الوقت ديال شد السيروت كروازي وبدا تورك برجلك ظهرك يتهرس عليك المهم يلاه نشوفكم الخوت